فواز عمره 19 سنة، يعيش في كسرة من ولاية سليانة. هوايته من الصغرى هو تصنيع الروبوات بالقطيع القدم اللي استغنوا عليها العباد. ما عندوش اتوليه خاص بيه، يستغل في الصالون تاع دارهم باش يمارس غرامه. هذه البلاصة ديما نخدم فيها، فهمتني؟ ديما كل نتفاضى ديما ديما تلقاني ذاك ليه هني ذاك يربد كله، فهمتني؟ ذاك شد نشد ذاك انا نبقى واحد ذاك نفرط معاه ونقول تلقاه كيما كما انا ذاك نتفلسف نقد ذاك نرجع الحكايه جديد شقد فماش بتنجح. هذه مثلا كي ندبرها فهمتني نستغلها نستحق في برشا حوايج، ناحي منها كمكثفات معناها تبدا عندي يصير كوي في مخي فهمتني نستحقق المكثفات هذاك ولا كتر لي ترونزيتور ولا كريزيتونز تلقى فيها كل شيء معناها فهمتني. مصورت اني مغروم بالحوايج هذي قريتها وصلت حتى للسابع وفهمتني كي خلصت للسابع ما قديش روحي غادي صارت لي مشاكل معناها عندي الحمايات متقلق فهمتني. وبعد عملت العملية وما دبلت فهمتني عامين ورا بعض ما بيش نكمل، قلت لبابا باش يحاولني حطني نتعلم في ميكانيك مع ميكانسيا. كي قعدت غادي فهمتني ما عجبتنيش الخدمة معناها مع ميكانسيا، كبش مع بابا قلت له هاي زين نمشي نقرا في مكتب غادي مع اصحابي غادي خاطر غادي في اختصاصات معناها تقراها قراي. قريت عامين في التقني كي نجحت انا قالوا لي تحب ترجع تقرا الاستعادة تحب تمشي تقرا التكوين، كملت تكوين مشيت لسليان قاعد نقرا كل شيء وقاعد نستاج تحل مخي فهمت حوايج فهمتني. وقتها صنعتك الروبوت هذاك الازرق اللي هو ذي هذا سيدي روبوت صنعته من نفايات ديال الشامبوا وموتورات تاع مسجل جست ناريته في فيلم معناها حبيت نجسده معناها صنعته بالبلاستيك. هذا سيدي روبوت صنعته من برشا امبريمونت جابهم لي بابا دبرهم البارتي هذي عملتها من هناك الامبريموت فهمتني ومقدي عملتها ناحيتها من ديفيديات وهني هذا انا سيدي روحة كيما نقولوا عملت فوقها قريتها سيركوين كيفاش تحكم بالكومون من دور دو سونس سيركوين تاعو والقطايع هذي فهمتني ناحيتها من ثلاثة ريستورات كيك نجمع فيها بالنكو فهمتني ونلح وكل موتور عملته ريزيستونس تاعو قداش يتحمل معناها فولت قداش يقوى ترس عليها مع بعضها مزوزة هذانا هكا ولا هكا مع بعضهم فهمتني. بالرغم انه ما فماش نوادي ولا جمعيات بالجهه هذه باش تقدم له دعم الا انه فواز نجم يتخطى الصعوبات هذه الكل وما خلاش حتى حاجز يعرق له وتوا طموحه انه يخدم في شركه كبيره باش ينجم يطور لي روبو نتاعو.